للمؤتمر هنسمع رأي الأستاذ أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات مصر. ولا زلنا مستمرين مع حضراتكم، وطبعا يعني الحفل الحافل لتوقيع الشراكه بين النادي الاهلي واتصالات مصر. ومعانا يمكن بعد الحفل كده خدناه بالعافيه الاستاذ احمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بشركه اتصالات مصر للتعقيب على عقود الشراكه وكل ما يخص الموضوع. برحب بك معانا في شاشه قناه النادي الاهلي. مستر احمد، يعني كلمني اكتر عن يعني التفاصيل بقى. يعني احنا معانا استاذ احمد يحيى، بنتكلم عن عايزين نعرف يعني قيمه العقد، وعايزين نعرف امور كتير فيما يخص العقد. اتصالات مصر يعني بدات ازاي الفكره واتنفذت ازاي، وهتستفادوا ايه؟ طيب، هي الحقيقة يمكن زي ما أشرت في المؤتمر الصحفي، الشراكة ما بين شركة اتصالات والنادي الأهلي أكبر من أي قيمة مادية. كيان بحجم النادي الأهلي وكيان بحجم شركة اتصالات لما يتعاونوا مع بعض لازم يعملوا حاجة مختلفة. يمكن الرحلة بتاعت الشراكة دي بدأت من حوالي 3 شهور، وكانت في إطار أن شركة اتصالات بتغير العلامة التجارية. غيرنا شكل العلامة التجارية واللون زي يمكن ما حضرتك شايفة في الباك جراوند اللي موجود ورانا، وكنا بنفكر مين أقوى شريك في الماركت ممكن يساعدنا في انتشار العلامة التجارية أسرع. ده كان يمكن في نفس الوقت اللي النادي الأهلي بيبتدي مرحلة جديدة في الرعاية، واتصالات بتبتدي مرحلة جديدة في العلامة التجارية ورحلة البحث عن العلامة التجارية. دي يمكن كانت البداية. خدنا مباحثات كتير جدا وساعدتنا فيها الشركة المتحدة وبرزنتيشن عشان نقدر نوصل لشكل مختلف المرة دي، شراكة وليست رعاية. في فرق كبير جدا بين الاثنين. الراعي بيرعى فريق، و كمان في شق الكتروني بالظبط كده. فهي الشراكه التكنولوجيه المره دي مختلفه خالص، في تعاون ما بين الشركتين. هنقدم فيها خدمات مختلفه لكل المستفيدين من الموضوع ده. مين المستفيدين؟ طبعا الجمهور الكبير في مصر، جمهور اللي منهم مشتركين في اتصالات، اعضاء النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، اداره اتصالات. ففي تعاون مشترك وخدمات من الناحيتين، عشان كده احنا المره دي بنسميها شراكه مش تعاون. يمكن وصلنا من حوالي قبل بدايه الدوري، ودي قصه مهمه جدا. احنا خلصنا الاتفاق الساعه 2 الصبح قبل الماتش الاول للدوري. ويمكن لو حضراتكم كنتم متابعين الخبر، نزل على الصفحات الالكترونيه الساعه 2 الصبح، كان مصر كلها صحيت على الرعايه الصبح يوم الماتش. فاجئتونا، ودي كانت الحقيقه واحده من الحاجات اللي احنا سعداء بيها. الموضوع طبعا كان لازم ننزل قبل ما الدوري يبتدي. الحقيقه تعاون كبير جدا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بين شركه برزنتيشن، وطبعا بتوجيهات من الكابتن محمود الخطيب والمهندس حازم متولي. قدرنا يمكن ربنا وفقنا كده ان احنا ننزل ويكون اول ماتش في الدوري النادي الاهلي حاطط اللوجو بتاع شركه اتصالات. كانوا وشكوا حلو، والحمد لله كانوا وشنا حلو، ونتمنى ان احنا نكمل ان شاء الله وشنا حلو على النادي الاهلي. كمان خدنا السوبر يعني. الحمد لله، والحمد لله، ولسه ان شاء الله نجاحات كتير مع بعض والدنيا تبقى كويسه. الشريك الالكتروني، يعني احنا كنا اتكلمنا مع البشمهندس خالد حجازي عن الشق الالكتروني تحديدا. الناس يعني عايزين نوضح الناس البسيطه يعني ايه شريك الكتروني. طيب، دي طبعا ملاءه واسعه جدا. يمكن اتصالات مصر في الفتره الاخرانيه حولت المسار في الخدمات اللي بنقدمها لمشتركينا، تحولنا للتحول الرقمي الكبير اللي حصل. يمكن اغلبيه قاعده المشتركين بتاعنا النهارده بتستعمل الابلكيشن بتاع الشركه، مش بتتكلم على الكول سنتر ولا بتروح الفرع. والتحول الرقمي الكبير ده النادي الاهلي ابتدى في الرحله بتاعته. كيانين كبار لما نتعاون مع بعض في التحول الرقمي هنعمل مع بعض حاجات اكتر بكتير، وده يمكن اللي العملاء هيبتدوا يشوفوه. محتوى اكتر هنقدر نقدمه للعملاء، تغطيه اكتر للماتشات وايام الماتش وقبل الماتش وبعد الماتش. فده جزء من التعاون. الجزء الثاني الكبير هو الفروع بتاعه النادي الاهلي والانتشار الكبير اللي بيحصل. فروع جديده بتفتح، الفروع دي كلها لازم تكلم بعض، توصل ببعض، يبقى في دايما اتصال مستمر. العميل لو راح، العضو لو راح من فرع لفرع، كل بياناته وحاجته موجوده على السيستم. الحاجات دي كلها تعمل ازاي؟ عن طريق شريك تكنولوجي زينا في الصوره. ما هو بره ده كمان المشترك في اتصالات هيجي له الاخبار قبل اي حد اكيد، علشان احنا بقينا شركه في الحته دي. اعضاء النادي الاهلي اي خدمات هتبقى ليهم خدمات مميزه ومختلفه
عن اي حد تاني لو هو عميل للاتصالات. فالحقيقه في اوجه تعاون كتير جدا، ابتدينا نتكلم في بعض الحاجات، ابتدت الحاجات الفتره اللي فاتت اخر اسبوعين ابتدينا فعلا نتحرك في الشغل، وان شاء الله مش هتقف، لان هو زي ما كنا بنقول جوه العالم متغير كل يوم، في جديد، الرياضه بتتغير بسرعه جدا، التكنولوجيا بتتغير بسرعه جدا، ازاي احنا الاثنين مع بعض نقدر ناخد ده الحته بقى مختلفه خالص ان شاء الله. طيب هل في مفاجآت قادمه للجمهور؟ اكيد. ما تقولها لنا كده، يعني نحب، هي مفاجأة لو قلناها دلوقتي مش هتبقى مفاجأة، بس الحاجة اللي احنا بنأكدها ان هيبقى دايما، وده اللي احنا دايما حريصين عليه، احنا بنعمل ده كله ليه؟ لرضاء مشتركينا، وبما اننا بقينا شريك مع النادي الاهلي لرضاء اعضاء النادي الاهلي والجماهير برضه. فان شاء الله استنوا مننا مفاجآت كتير، وباكد تاني احنا سعداء جدا بالشراكه دي، كيانين كبار، وان شاء الله نعمل حاجه مختلفه في المجال. سيد احمد يحيى طبعا رئيس التنفيذي لقطاع الاعمال، بنشكرك وبنشكرك على تواجدك كمان معنا في قناه النادي الاهلي. شكر جدا، شكر لك، شكر. ده كان لقائنا طبعا مع السيد احمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد، اتكلمنا معاه عن يعني ليه اتصالات بقت معانا في النادي الاهلي، وايه الفرق ما بين عقد الرعايه والشراكه، واتكلمنا ايضا عن الشراكه التكنولوجيه، واتكلمنا ايضا عن الشق الجماهيري، وقال ان هو محضر مفاجآت للجماهير، بننتظر طبعا هذه المفاجآت في الايام القادمه. ده كان لقائنا معاه، شكرا لكم جدا، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا جزيلا نورهان طمان، وما اعتقدش كان المهندس احمد يحيى هيقول لها مفاجآت، والا ما تبقاش مفاجآت.